قابلت أحمد أبو رب وسبع شمعات مع نور ستارز. شاهدوا المزيد من التفاصيل. بداية هذا الفيديو مع جميلة بسن إسماعيل اللي انصدمت من إشاعات تحكي إنه خطيبها محمود عمل حادثة سير، وبسان انصدمت من هاي الإشاعة وهذا كان ردها. نمر أيضا إلى صبا شمع أحمد أبو الرب اللي ظهروا في مقابلة مع نور ستارز، وحكت صبا إنه في كتير ناس تقربوا منها وقت العرس عشان تعزمهم. حكت صبا أيضا إنه عرسها أكثر شي كانت راضية عنه بحياتها، وكل حدا كان بالعرس كانت مبسوطة فيه. أما أحمد أبو الرب فكشف إنه الناس بيحبوا صبا أكثر منه، وردت نور ستارز على أحمد بإيه. أيضا صرحت صبا شمعة إنه هي كتير بتهتم بآراء الناس، وأضافت أتوقع بيوم راح يأثروا علي وأترك مواقع التواصل الاجتماعي. ننهي فقط الأخبار والستوريات لنولين محمد. منيح ما ضلينا باللعبة أكثر، يعني بآخر لحظة أقول يلا يا لين بديها تفوز، بس ما بديها تفوز مشان نلحق نروح على البادل.